يعني جميل. استغل يعني هذه الفرصه اللي ادعو الكابتن محمد البريك وهو احد النجوم الحاليين ونجوم المنتخب السعودي والذين يتواجدون اليوم في هذا الحدث. محمد في البدايه ارحب فيك في قناه العربيه. قد تعجز الكلمات محمد لوصف هذه اللحظه الان انت تحضرها كلاعب. حدثني بصفتك احد نجوم المنتخب السعودي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحمد لله على هذا الحدث العظيم، وهذه المناسبة بارك للملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي باستضافة حدث زي كأس العالم، حدث مهم. وأعتقد أن السعودية كانت لا إله إلا الله، كانت لازم تستضيف زي هذه الأحداث وهي قادرة بالجميع الإمكانيات اللي توفرها القادة. ملف مليء بالملاعب، مليء بالإمكانيات الفنية أو الرياضية وأيضا الخدمات الأخرى، حصل على أعلى تقييم في تاريخ الملفات في تاريخ كأس العالم. أنت كلاعب الآن ولاعب معاصر ولاعب منتخب سعودي، كيف تلقيت هذه الأنباء وكيف تنظر أنت كلاعب؟ والله يعني مثل ما قلت، يعني الحمد لله أن حصلنا على أعلى تصويت، وهذا دلالة على قدرة المملكة السعودية، قدرة المملكة العربية السعودية على استضافة زي هذه الأحداث العالمية. وأنا متأكد تماما أنها حتكون نسخة إن شاء الله تاريخية، وإن شاء الله أن نظهر مظهر للمنتخب السعودي، مظهر يليق بالكرة السعودية ونشرف. يمكن أكثر سؤال محرج اليوم لنا كلنا مو بلكم أنتم، كم بيصير عمرك وقت كأس العالم؟ والله يا الله يلحقنا خير إن شاء الله على طاعة يا رب. ونتمنى أننا صراحة كنا نمثل بالضبط نمثل المنتخب في كأس العالم، الحمد لله يعني مثلنا في فترات سابقة، وأتمنى للجيل القادم عليهم مسؤولية كبيرة، وأتمنى لهم التوفيق. شكرا كابتن، شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا، الله يعطيك العافية.